شكرا لكم زملائي في الاستديو، معكم أنا سفيان مراسل برنامج المحطة الأولى. فقرتنا اليوم كثير مميزة وكثير حماسية. أعزائي المشاهدين، رح نتعرف على البطلة صاحبة أفضل صفة في المول زي ما أنتم شايفين معي، رغم أنه الكراج فاضي، رغم أنه ما عندي ولا أي سيارة، إلا أنها قدرت تصف مش على مسربين ولا على ثلاث مسارب، قدرت تصف على أربع مسارب مرة واحدة. أعزائي المشاهدين، راح نتعرف معاكم على هاي البطلة ونسلمها الدرع وجائزة أفضل صف في المول. راح نتعرف مع بعض يا صبية. أعزائي المشاهدين، دخلت ودخول بطل وصاحب إنجاز عظيم. صباح الخير. صباح النور. هلا، نتعرف باسم حضرتك؟ اسمي سناء. أنسي سناء، أنت فزتي معانا بجائزة أفضل صف في المول. أنت ما صفيتي على ثلاث مسارب، أنت خشيتي على أربع مسارب مرة واحدة، رغم أنه الكراج فاضي ورغم أنه ما في ولا أي سيارة، إلا أنك صفيتي على أربع مسارب. بدي أحب أسمع من حضرتك كيف قدرتي تعملي هذا الإنجاز، ولمين بتحبي تشكري هذا الإنجاز؟ أول إشي مرحبا، شكراً لك لأنه استضفتني معكم اليوم. حاب أشكر طبعاً مدربة السواقة، أكيد مدربة السواقة هي اللي طلعتني معها بالحصص. السواقة كانت دائماً على التليفون وخلتني لحالي أنه أعرف أسوق وأعتمد على نفسي أنا. وكمان بحب أشكر مين دي أشكر؟ بدي أشكر ماما وبابا اللي الرخصة طلعوا لي اياها واسطه. وبحب كمان اشكر المول وكراج المول اللي كان بالنسبه لي تحدي، كل ما افوت على الكراج ما الاقي مصف. فالحمد لله يعني انه وصلت لهذا. انجاز عظيم جدا ومشرف انسه سناء. بدي احب اعرف من حضرتك كمان انه ايش التكنيك اللي استخدمتيه، ايش الطريقه اللي استخدمتيها عشان تصفي على اربع مسارب مره واحده؟ بصراحة بتعرف إشي، أنا إجت معي صدفة، يعني أنا فكرتها عطولي، هيك كان قصدي. مشاهدين الأعزاء، رح نسلم الدرع والجائزة للآنسة سناء صاحبة أفضل صفة. خلاص نروح رخيتي. مشاهدين الأعزاء، شوفوا معي، شوفوا معي الإنجاز الأعظم من اللي عملته سناء. شوفوا الخشي وشوفوا الدخلة. صديقي وحبيبي وعزيزي، الله عليك الله عليك، تفضل معنا تفضل معنا تفضل معنا تفضل معنا. شوفوا مشاهدينا الاعزاء، اتعرف حضرتك؟ انا خليل. خليل استاذ خليل، انت الدخله اللي دخلتها ايش؟ يعني رغم انك شايف طلع الكراج فاضي ما في اي حدا، الا انك السياره الواحده الصافي جيت سكرت عليها. احكي لي كيف عملت هاي الشغله؟ انا متعود كل ما اشوف سياره اصف قدامها عشان اسكر عليه. يا سلام اعزائي المشاهدين، هذا هو اللي بنسميه البطل المغوار، هذا بنسميه الشخص الفعال في المجتمع. استاذ خليل، بسعدني وبشرفني وبسعد برنامج المحطه الاولى انه نسلمك الدرع والجائزة لأفضل صف في المول. أنت الإنجاز والإبداع. Excuse me، لو سمحت ممكن السيارة تمرقها عشان بدي أطلع؟ Excuse me، أنا بس بدي أروح أشد آية وأرجع بعدين بطلع لك إياها. أعزائي المشاهدين، رغم الصف العظيمة إلا كمان هناك دقة في المواعيد. شكرا لك أستاذ خليل، إنجاز عظيم يحتذى به. نعود لكم زملائي في الاستديو، شكرا لكم على المتابعة ويعطيكم ألف عافية.